حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كان تحت قبة الشورى، وفتحت بحضرته ملفات كثيرة بدأت في الشورى ولكنها استمرت حتى مساحات الرأي العام. يا هلا يقف عند أبرزها ويتقصى التفاصيل، ولكن بعد هذا التقرير. خلال استضافته في مجلس الشورى، كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ أن وزارته عبر حملة سكنية تمكنت من محاورة أكثر من 6000 من حملة الفكر التكفيري والمنحرف وتسجيل اعترافات ما يقارب 2600، وقال لدى الوزارة أكثر من 90000 مسجد وأكثر من 17000 جامع، وأن عدد مراقبي الوزارة على ذلك العدد من المساجد والجوامع لا يكفي، حيث لا يتجاوز عددهم بضع مئات على حد قول الوزير. وأبدى الشيخ عن عدم رضاه عن الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدا العمل على تطويره، وأقر انكماش عدد من الدعاة في الخارج من 900 إلى 500 داع، ومؤكدا بأن الحل في توفير الدعم المالي. وبشأن المساجد على طرق السفر، أكد الشيخ أنها ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وفي سؤال حول وجود داعيات سعوديات، بيّن الوزير الشؤون الإسلامية بأنه لا يوجد وظائف رسمية للداعيات، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون معهن عند الحاجة في أنشطة الوزارة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقا الشيخ عبد العزيز الموسى. حياك الله في هلا، أهلا وسهلا وأهلا بك. تصريحات اللي كانت في الشورى كثيرة جدا، سنحاول أن نتناولها بشيء من التفصيل، ولنبدأ مباشرة بفكرة الخطباء ومراقبة خطباء المساجد. يمكن هذه القضية أخذت أبعاد واسعة في الفترة الأخيرة. مبدئيا كيف تنظر لوضع الخطابة في المساجد اليوم؟ حياك الله. شوف، الله يحييك. موضوع الخطابة يجب أن يكون كما أمر الله عز وجل، لأن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآية. فيجب أن لا تخرج خطبة الجمعة عن إطارها، ما تكون منبر سياسي، ما تكون في شيء لا يخدم الشأن العام. إمام المسجد أو خطيب المسجد بمعنى أصح، حين يقف على عتبة المنبر يخاطب شريحة أمامه، يجب أن يكون يعرف أحوالهم وشؤونهم وما يحتاجونه وما يناسب العصر، فلا يتكلم في شعبان عن الحج وهو قبل رمضان، ولا يتكلم في ذي القعدة عن رمضان وهو قبل الحج، وغيرها يعني من الأمثلة كثير. أما تفعيل الدور الرقابي لا سيما في الواقع المؤسف للخطب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب أن يفعل ويقوى من الشؤون الإسلامية ومن غير الشؤون الإسلامية. يعني إن من خطيب يقذف الأطباء والطبيبات والممرضين والمرضى، ويصف أولياء أمور من يدخل الذين يدخلون أبناءهم لكليات الصيدلة والطب بالدياثة، إلى من يرى أن قيادة المرأة للسيارة سبب في أنها ترجع تالي الليل مطينتها وسكرانة، إلى إمام مسجد يأخذ معه حدث وأمرد ويقول له كلمة فاحشة ما أستطيع أني أقولها والله في رمضان الماضي كلنا شفناه، والأمثلة كثيرة. طبعا هذه الأمثلة تنوعت ما بين المسجد وما بين الخطبة وما بين الدعوة. الدعوة ما بين الخطبة وما بين الدعوة، يعني وش أستفيد أنا من ندوة أو محاضرة يتكلم فيها عن إيحاءات جنسية، وفلان تاب على يدي وشفت له صورة قبل الاستقامة ولا الالتزام وصار لي كذا، ومن ألفاظ نستحي أننا نقولها صراحة. طيب أباخذ هالجزئية وأرجع لفكرة الخطابة. هم يبررون مثل هذا الكلام بأنه محاولة للوصول إلى لغة الخطاب الشبابية، كيف تشوف هالمبرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان في أشد شبابه، كان عمره 40 سنة،
واللي آمنوا به أول من آمنوا هم الصحابة، أبو بكر ومن معه من 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 الصحابة، كانوا شبابا وكانوا غلمانا، ما خاطبهم بهالخطاب صلى الله عليه وسلم، ولا كان يذهب إلى كفار مكة وإلى أهل الطائف ويخاطبهم بالخطاب الشعبوي اللي يناسبهم، ما كان يقول لهم إيحاءات جنسية حاشا صلى الله عليه وسلم، ولا يناديهم بالخمر لأن كان الخمر في ذلك الوقت حلال، ولا كان يناديهم بأحب الأشياء إليهم مما لا ترتضيها الفطرة ولا الأخلاق ولا العقل السوي. الخطاب الديني واضح في صريح كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن حينما وصفوه قالوا ما كان فاحشا ولا متفحشا. فلا يمكن أن يكون هذا ولو لكسب الناس خطابا دينيا. طيب من المسؤول الآن عن ظهور مثل هؤلاء؟ المسؤول من صدرهم، من صدرهم مهما كان، كان دعوة الإرشاد، كانت جمعية خيرية، كان مكتب تعاوني، هو المسؤول أمام الله جل وعلا أولا وآخرا ثم أمام المجتمع. الآن رسميا من المفترض أنه ما يطلع خطيب ولا داعية إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية، ليس كذلك؟ هذا والله الوزارة هي أدرى به، أنا ماني متحدث عن الوزارة ولا أستطيع أني أعلق عليها، يعني لو أنك تعفيني من الكلام عن الوزارة عموما، لكن طيب. أنا أتكلم عن خطاب، نتكلم عن الوزارة بس أنا في إطار مسؤوليتي عن هذا الموضوع فقط، يعني. أنا كطالب علم وظهرت في الإعلام فيجب أني أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى وأقول من يتحمل المسؤولية في هذا الجانب هو من صدرهم، هو اللي جعل لهؤلاء منبر. إما ما هو السؤال مين اللي صدرهم؟ ما يحتاج أنك تسأل هذا السؤال، أنه معروف. معروف مين هو؟ والله يا شيخ الخطيب أو الداعية مثل ما تفضلت أنت يعطى تصريحا، فمن اللي يعطي تصريح؟ المفترض أنه وزارة الشؤون الإسلامية. أجل في هذا يخاطب وزارة الشؤون الإسلامية مو عبد العزيز الموسى. طيب كذا. طيب من الأشياء اللي كانت مطروحة أيضا بقوة تحت قبة الشورى في حضور الوزير فكرة المناصحة الموجودة والحملة التي تم الحوار فيها مع 6,000 متطرف كما أعلن هذا الرقم، كيف تشوف الجهود في هذا الجانب؟ والله صعب إني أتكلم عن هذا من يعني خلال تصريح، أنا أتمنى يعني لو أنه قدمت دراسة حول هذا الأمر وافية، ومن هم 6,000؟ هل هم خطباء؟ هل هم من منسوبي الجهاز؟ هل هم دعاة؟ هل هم ما أقدر والله أتكلم على شيء مبهم. طيب أم القضايا اللي طرحت في الشورى في أثناء حضور الوزير فكرة أنه لا توجد لدينا امرأة داعية بشكل رسمي وإنما نحتاج أحيانا إلى متعاونات فنتعاون معهم، لماذا حتى اللحظة لا تسعى وزارة الشؤون الإسلامية إلى وجود امرأة داعية بشكل رسمي؟ كون لماذا لا تسعى الوزارة فتسأل فيها الوزارة، لكن كعمل المرأة في الدعوة أو الاحتساب أو الفتية فهو جائز، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتية وكانت داعية ومعروف عنها هذا، وخرج من مدرستها بعض الصحابة والتابعين، ولا زلنا إلى الآن نستقي من فقه عائشة رضي الله عنها إلى يومنا وإلى ساعتنا هذه وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد محظور شرعي أو مانع يجعل أن المرأة تعمل في الحسبة أو في الدعوة. أنا أذكر أيام عملي في التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، وأنا عملت في المسجد الحرام وعملت في المسجد النبوي، أذكر أن هناك كان مرشدات وموجهات من النساء يعملن على الاحتساب والرقابة فيما يخص الشأن النسائي، وهذه يعني كانت تجربة ناجحة قديمة جدا من يوم أنشئت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هذا اليوم. أتمنى أنها تفعل في وزارة الشؤون الإسلامية، تفعل في رئاسة الهيئات، تفعل في غيرها من الجهات التي لها يعني علاقة، حتى في المحاكم، حتى في غيرها، يعني في من مشايخنا المعاصرين اليوم من أفتى بجواز عمل المرأة في المحكمة فيما يخص المرأة وشؤون المرأة. لا في شؤون المرأة لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وبعض الأمور واستلام المواعيد وهذا، لأنه لا يوجد مكان مخصص أو ما يوجد كذا يغني عنه وجود ممكن تكون لدينا قاضية. والله هذا يرجع إلى من يستطيع أن يفتي في هذا الأمر، أنا ماني بمفتي. بعيدا عن الفتوى برأيك الشخصي أنت في إشكالية؟ برأيي الشخصي ما أستطيع أني أتكلم في هذا الموضوع لأنه لم يطرح إلى الآن، إذا طرح ربما أني أبحث المسألة وأتكلم جميل. فيها. طيب إذا تحدثنا أيضا على فكرة
التصريحات اللي كانت موجودة في الوزارة كان هنالك ذكر لعدد المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية وأن هناك نقص في عدد المراقبين لهذه الجوامع. كيف يمكن أن نكمل هذا النقص وبالتالي يتكامل دور الرقابة مع المسجد؟ أنا كنت إمام وخطيب في الرياض وجدة والمدينة المنورة كذا، يعني وش دور المراقب؟ يعني هو مسماه يظن الواحد أنه سيراقب الخطب، بعضهم لا يقرأ ولا يكتب. أنا كان يجيني خطيب كنت كان يقول لي هذه تعاميم، شوف اللي يناسبكم منها وخذه، ما يستطيع يقرأ. هذا كلام خطير بصراحة. لا، هذا هو الواقع. المراقب عمله يجي يشوف الشركة اللي مسؤولة عن الصيانة مثلا، أو يعطيك، أو أنه من مثل المندوب ما بينك إمام أو خطيب أو مؤذن وما بين الوزارة أو جهاتها، فرع الوزارة أو الإدارة العامة بالمحافظة. ليس عمل المراقب هو مراقبة دور الخطيب ومراقبة الأمن الفكري وما يحدث في الخطب والدروس والمحاضرات من تجاوزات. لكن من خلال عملك وخطبك كان في مساءلات تجيك؟ كان في مراقبة ما عليك؟ ما أذكر أني سئلت، وأنا خطبي لا زالت إلى الآن مسجلة، وأنا كل يوم خميس بما فيها اليوم العصر كتبت خطبة ونزلتها في حسابي بتويتر، مع أني لم أصبح خطيبا. طيب الخطباء الموجودين في أحد يسائلهم اليوم يحاسبهم؟ ما أدري والله. لكن أنت أثناء عملك في الخطابة كاملة إلى اليوم ما حد وقفت؟ أنا خطيب من عام 1424 هجري إلى آخر، إلى أول جمعة في 1438 هجري، لم أذكر أن أحدا استجوبني 14 سنة تقريبا لم أذكر أن أحدا استجوبني في خطبة، أو من 23 هجري إلى 38. طيب القضية ليست استجواب، لكن حتى ما سئلت أنه وش الخطبة اللي بتقدمها بكرة، أنه خطبتك اليوم قيل فيها كذا. دور الوزارة كان يقف عند التعميم إذا في حدث إرهابي أو أمني أو ما أشبه ذلك، بناء على برقية سمو وزير الداخلية الله يرحمه الأمير نايف سابقا يجعله في الجنة، والآن الأمير محمد بن نايف الله يوفقه ويسدده، اعتمدوا الخطبة في الموضوع الفلاني، حتى ما أنها تأتي نماذج. وهذا يجعلنا يعني نتكلم على موضوع مهم وهو مسألة توحيد الخطب، فأن يجعل موضوع أو لجنة في الوزارة تعد خطبة لا تكون طويلة ولا قصيرة مخلة، لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، تعنى بهذه المسألة وهي مسألة توحيد الخطب. فيعطون كل خطيب يوم الأربعاء أو الخميس مثلا ترسل لها الخطبة، إما عن طريق هالمراقب اللي هو عمله عمل مندوب ليس مراقبا أصلا، أو ترسل مكتوبة وجاهزة المفترض، ولا ترسل لا أنا الذي أراه أنها تكتب جاء من لجنة مختصة شرعية في الوزارة وتوزع على الخطباء. أتمنى ودور الخطيب يقرأ فقط، يقرأ، لأن أغلب الخطبة الآن يأخذون من مواقع معروفة في الإنترنت، إما موقع المنبر ولا بوابة الحرمين ولا، يعني أنا أصلي الجمعة الآن في المساجد أسمع بعض الخطب يخطب بألفاظ عالمية تقال في منبري المسجد الحرام والمسجد النبوي، يا أمة الإسلام، يا أيها المسلمون في كل مكان، وهو في مسجد يمكن حتى ما يأخذ 1000 مصلي. هذا يدل على أن استقى هذه الخطبة من موقع أو من بوابة الحرمين مثلا. أو طيب أنت تشوف أنه هذا الحل أجدى، أنه تكتب الخطب وتعطى؟ والله هو الأجدى، ولا أنه يؤهلون هؤلاء الخطباء فكرا ولغة وإلقاء؟ مبدئيا على الواقع اللي أننا نعيشه الآن فإن توحيد الخطب لازم، وكتابتها وإعطائهم إياها يكون من أولويات هذا اللازم، لأن اللازم له أولويات، الضروريات مقدم على الحاجيات. نحن نحتاج إلى تأهيل الخطباء، لكن الضرورة الآن أننا نجعل هذا الحل حتى ننتهي من تأهيل الخطباء. جميل. قبل ما أخذ الفاصل، كم مدة الخطبة من المفترض أنها تكون؟ أتكلم عن خطبة الجمعة. أطول خطبة خطبتها كانت 11 دقيقة تقريبا. يعني هو المعدل كم؟ المعدل لا أستطيع أني أنا أتكلم عن الخطبتين كاملة. والله لماذا لا تكون 6 دقائق الأولى و4 دقائق الثانية يعني مثلاً؟ في حدود 10 دقائق، لأن الكلام إن طال ينسي آخره أوله. جميل، إذا نأخذ فاصل ونرجع نكمل هالنقطة. فاصل ونكمل معكم.
حياكم الله من جديد في هلا. الحديث هنا ما زال مستمرا مع الشيخ عبد العزيز الموسى عن ابرز تصريحات وزاره الشؤون الاسلاميه التي كانت في مجلس الشورى. الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث على فكره الخطابه وتقنينها. ما الطرق الان لتقنين امر الخطابه واخراجها بشكل المفيد للناس؟ قبل الفاصل ذكرنا أنا وأنت اللي أنت ذكرت مسألة التأهيل وأنا ذكرت مسألة الخطبة الموحدة. الخطبة الموحدة المشكلة في التأهيل أنه لا يوجد معهد يعنى بهذا الأمر. يعني معهد الأئمة والخطباء اللي في المدينة هو يتبع حتى لجامعة غير شرعية، فمن باب أولى أنه لي يعني يكون بارزا في اختصاصه. هو يتبع الجامعة الإسلامية؟ لا أظنه يتبع لجامعة، بل يتبع لجامعة الطيبة. لا أظن هو يتبع لجامعة الطيبة وشهادته غير معتمدة. يعني أعرف زملاء اللي تخرجوا منه في الماجستير في المدينة ما أفادهم في شيء. لكن إذا يتبع الجامعة الطيبة معناته جهة رسمية. يعني أنا قلت لما أقول جهة رسمية قلت جهة شرعية. شرعية يعني لو أنه تابع للجامعة الإسلامية. وش المقصد؟ لا الجامعة الطيبة هي جامعة علمية أكثر، مثل جامعة الملك عبد العزيز في جدة، لكن جامعة الإمام في الرياض والإسلامية في المدينة هم القرى في مكة. يعني لازم يطلق عليها لقب الإسلامية عشان تصير شرعية، ما يدرس كل العلوم الشرعية، إنما إنه تخصصها فيها كلية شريعة وأصول دين وقضاء وأنظمة إلى آخره. أنا ما أبغى أتشتت في الفكرة صراحة، بس إنه ماني فاهم يعني إنه لازم يتبع ما هو مكان جدل طالما إنه مكان علمي. عموما أنه لا ولا قبل هذا وذاك أنه لم يخرج إلى الآن تأهيلا خطابيا. كذلك الإمام والخطيب إذا جاء قدم يبقى يجرى له اختبار أشبه بالتقليدي، اقرأ سورة الفاتحة ولا اقرأ كذا، وبعدها ينجحونه ويمسك، ما يخضع لبرنامج تثقيفي، برنامج تأهيلي إلى ما أشبه ذلك. من الأمور المهمة في الخطب العناية بالأمن الفكري، كل البعد عن الطائفية وعن الألفاظ التي يعني تكون لا يسعها المنبر ولا تسعها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نعاني في خطبنا اليوم. بعض الخطبة إن جاء تكلم يجب أن يتكلم في مسائل طائفية أو مسائل سياسية، وتجد أغلب اللي موجودين في المساجد الآن هم كبار سن وعامة ما لهم صلاح في في, نعم. في مسائل السياسة ولا مسائل الطائفية. هو جاي بيقضي هذه الفريضة ويمشي، وبعضهم كبار سن يكون مصاب بالضغط أو السكري أو ما شبه ذلك، لا يحتمل الإطالة على الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة فقه الرجل طول قصر خطبته وطول صلاته. هذا يعني لابد أن الواحد يراعيها إذا صعد المنبر وخطب. إضافة إلى فكرة الطائفية اللي تطرحها، هناك فكرة تطرح باستمرار الدعاء. كيف حكاية تقنين الدعاء؟ كثير من الأشخاص يعيب على بعض الخطباء فكرة الدعاء المطلق على الكفار وعلى الطوائف وعلى المذاهب وعلى الأديان والأعراق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا على محارب، أما غير المحارب كان يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لأهل الطائف. ولما رجموه وأخرجوه ورجع إلى مكة لقيه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام وقد علم ما فعل قومك بك وقد أرسل ملك الجبال لتأمره. فقال يا محمد ملك الجبال، قال يا محمد إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والله عز وجل حينما تكلم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك مدمرا ولا مهدما ولا داعيا بالشر ولا بالخزي والنكال. هذا يعني مع احترامي لو استجيبت دعواتهم من 30 سنة كان ما عندنا جوالات الحين ولا عندنا كهرب ولا عندنا سيارات جديدة ولا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تقدم. الحمد لله لما استجاب الله دعاهم. طيب ليش الاستمرار في هالدعاء؟ المشكلة في الأيديولوجيات اللي تغذى بها الأفكار وينتشر بين الناس أن هذه هي الدين، والدين منها براء. متى كان الدين يدعو إلى الفرقة؟ ومتى كان الدين يدعو إلى الاقتتال؟ الدين دين تعايش ودين سلم وفق سياسة شرعية معروفة في الشريعة الإسلامية. يعني نقدر نقول أن الشيخ عبد العزيز الموسى يدعو الآن من خلال منبر يا هلا إلى توقف مثل هذه الدعوات اللي تقال في الخطب دائما وأصبحت لازمة موجودة؟ والله أنا أدعو من قبل برنامج يا هلا وأجدد الدعوة الآن في برنامج يا هلا.
يعني وجوامع الدعاء وجوامع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم تكفي. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك بما يناسبنا نحن يعني ان نجي يوم الجمعه لنا اسبوع مشغولين في الحياه الدنيا، الله لا يشغلنا الا فيما يرضيه، ونسمع خطبه المفترض انها تكون واعظه ومرققه تقربنا الى الله سبحانه وتعالى وتبعدنا عمن سواه، فنتفاجأ بأن المنبر صار أحداث العالم في أسبوع. ويعني بعض الخطب أنا سمعتها كانت عن الانتخابات الأمريكية ولا عن كأس العالم ولا وش دخل المصلين في مثل هذه المسائل؟ يعني هو منبر الجمعة ولا قناة العربية والجزيرة وقنوات إخبارية؟ ما هو بلائق. ومن هنا جاءت الدعوة إلى فكرة ضبط الخطابة في ضبط الخطابة أو ضبط الخطب بمعنى أصح، إن لم يكن هناك توجيه رسمي من إرادة بإرادة وزارة الشؤون الإسلامية فإنه لن يكون. طيب، من الملاحظات الموجودة أنه كثير من الخطباء أو خلينا نقول بعض الخطباء يستغل منبر الجمعة لتصدير آراء الشخصية هو. هذا الأمر في موضوع خطب الجمعة إلى أي مدى هو متاح أو ممكن؟ هو لا يمكن أن يجعل الإنسان الخطيب خطبة الجمعة ملكا له، هو مستعبد بهذه الخطبة لإيصال العلم النافع وحث الناس على العمل الصالح. أما آراءه الشخصية فإن كانت آراء شخصية مستندة لصريح القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف الصالح فحي بها وأهلا، وهذا ما نسمعه أصلا في كل جمعة، أن الخطيب يعطي الناس العقيدة الصحيحة التي يعتقدها هو التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحث على التوحيد والتحذير من البدعة وخطر الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. أما أنه يأتي بآراء في أشخاص أو في ذوات أو في جماعات أو حتى في قضايا مختلفة أو يصنف أو يطرح مسائل خلافية ويطرئ الناس على هذه المسألة برأيه، فهذا بلا شك أنه تطرف وغلو ولا يجوز أن يكون هذا على منبر الجمعة أبدا. جميل، أختم بهذه الرسالة القوية وأشكرك على حضورك معنا. شكرا فيها لكم. هلا شيخ عبد العزيز موسى، شكرا جزيلا لهذا الحضور ولكل هذه الآراء. شكرا لك وشكرا للجميع. شكرا جزيلا لك. إذن كل هذه الرسائل خرجت من طاولة يا هلا بصوت الشيخ عبد العزيز الموسى إلى خطباء الجمعة، إلى وزارة الشؤون الإسلامية وإلى كل المعتنين بأمر الخطاب الدعوي اليوم في المملكة العربية السعودية. فاصل ومكملين.